سلام، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكون اموركم بخير. اليوم جيتكم فلوق جديد. هاد المره بين نشوف واحد سوب جديده، لا سوب الحوت وخيزو. صراحه واحد سوب زوينه بزاف، صحيه، مفيده للذات بزاف، وبالنسبه للناس اللي تكون دايرين ريجيم شي حاجه هكا بصح مزيانه لهم بزاف. ناس اللي فيهم سكر مزيانه بزاف 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 زعما للذات. نخليكم مع طريقة التحضير ديالها، ونتمنى تعجبكم وتجربوها في ديوركم، وتكونوا ديجا جربتوا حتى البريوش اللي درنا في الفلوق اللي داز. كنبداو كنديرو في الاول الريس دو سومو، وسي ما كانش عندك كاع ريس سومو كدير كتاخذو مقطع، حيت في الاخر اصلا كتحيد الريس وكتاخذ منهم الطرف ديال الحوت وكترميهم. ومن بعد كدير مطيشه وحده مقطعه، بصله مقطعه، جوج المعالق ديال المطيشه، الحك وشويه قزبر ومعدنوس، ياك؟ من بعد كنديرو خيزو، كيلو ديال خيزو، من بعد كنديرو التحميره والملحه وسميتو سكينجبير، البزار، خرقوم وزعفران. تجي لاصو زوينه شويه الزيت. المهم وهاد لاصوب عاوتاني حتى كطيب مزيان لاصوب، بعد كنزيدو عليها كالامار. شنو؟ جامبا. جامبا تاهي كديرها. خليك شحال الما؟ تقريبا اترو 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 على حسب بحال الحليب. كنسدو عليه، كنسدو عليه نخلي ما طاوق. تاتا فريزو سمو مزيان، وعلى من بعد كنديرو الجامبا والكالامر. لا دابا غنحيدو الريوس د الحوت باش نحطهم يبردو شويه هما ولاصوب، ومن بعد نقيو الحوت شويه عاد نخلطوهم بجوج ونطحنوهم في ميكسور، ونزيدو عليهم عاود الحوت الاخر ونحطهم يطيبو. كما قلت لكم كنخليوه حتى تبرد، كتبرد لاصوب وكيبرد الحوت، وكنقيوه من الريوس، ومن بعد كنخلطوه مع لاصوب ونعاودو نطحنوها بالميكسور. نطحنوها مزيان بالميكسور لي جات خاطره بزاف، زعما لو حسيتي بان ثقيله تزيد شويه الماء على حسب القياس كيفاش جات كنت نفتقو ليا. وشعل على البوطاش ودير فيها الحوت اللي مازال، دير فيها الحوت اللي مازال، ومن بعد تحكش خليها تنف فوق البوطه شي 10 دقائق، حتى البوطه ولا ربع ساعه تبخ مزيان صافي وتحيديها. ومن بعد كتكون وجدت لاصوب ديال الحوت. صراحه كتجي صوب زوينه كما كتشوفوا هكا، كيجي هاد لاصوب ديال الحوت كتجي زوينه. كنحطوها في الزليج تقدر مع الفطور، كتجي زوينه صراحه. فاش ما بغيتي ترافقها كترافقها لشي حاجه اخرى، ما
بحال حنايا مثلا اليوم صايمين درنا على حساب الفطور. شوف كيفاش الخطوره ديالتها كتكون، تكون يعني المهم بحال هكا، ما تكونش خطره عاوتاني بزاف باش ماتجيش ثقيله. الا جات ثقيله الواحد على قلبه شويه راه غتقلق لك المعده وكذا. المهم هذه هي النتيجه ديال لاصوف ديالنا، ونتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها وتهلاو فروسكم، ونشوف ان شاء الله في شي فلوق اخر.